مستشفى دار الصحة في غار، طبوا على المستشفى. والله العظيم حتى المصابين ما سلموا من عندهم، والله العظيم. تمام، هاي المتظاهرين أجل. الله يوم 11/10 من الناصرية، قمع مو طبيعي. وهذه المستشفى والله العظيم شوفوا ما سلمت من عندهم حتى المستشفى. تمام، يعني ما أعرف شنو الغاية، دخلوا على المستشفى. والله العظيم رصاص حي ودخانيات. يوم 11/10 من امام مستشفى الحبوب في الناصرية. تمام، يعني هذا دخان ومرضى جوا بالمستشفى، ما اعرف يعني شنو هذا الاوامر هاي شنو، ما اعرف. الناصرية يوم 11/10/2019 مستشفى الحبوبي. هاي ما اعرف هي قوة هذه ضد المتظاهرين وضد المرضى. والله الناس اختنقت في المستشفى. هذه التصويرات. تمام، هاي من امام مستشفى الاطفال محمد الموسوي. هاي الدخانيات مال منتسبين الشغل. تمام، يعني ما اعرف شلون يضرب دخانيات على الاطفال، على مستشفى الاطفال. تمام، هذه عادل الدخيلي. ليش انتم امرتوهم مستشفى الاطفال يوم 11/10 من الناصرية. تمام، عرقوا حتى المحولة، عرقوا المحولة. تمام.